كل عام أنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد السعيد بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما مضى وأن يوفقنا للخير والعمل الصالح فيما بقي. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أخي الكريم، أختي الكريمة، ها هي الأيام والليالي تتعاقب علينا، وكما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ونحن أكثرنا في غفلة، نجلس الليالي والساعات الطوال أمام الفيسبوك، أمام تويتر، أمام الواتساب، هذه الأمور التي شغلتنا كثيرا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل كل لحظة في حياته، في يقظته وفي منامه. أما تعلم أنه كان ينام ولكن لا ينام قلبه، ينام بدنه ولكن لا ينام قلبه، تنام عيناه ولكن لا ينام قلبه؟ صلى الله عليه وسلم كان دائما في ذكر الله، في طاعة الله، في عبادة الله. وأمرنا نحن أيضا أن نكون في عبادة دؤوبة وفي طاعة مستمرة لله سبحانه وتعالى. وهكذا تعلم أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. للأسف نحن فرطنا في اليقظة وفرطنا في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني، ورد علي روحي، وأذن لي بذكره. فهو يعتبر الوقت الذي يستيقظ فيه ويتيح الله سبحانه وتعالى له فيه الاستيقاظ ويرد عليه روحه، يعتبر هذا إذنا وسماحا من الله سبحانه وتعالى، فهو فرصة. فأهل القبور لو رجعوا إلى الدنيا فإنهم لا يفعلون شيئا إلا أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، يتمنون أن يعودوا حتى يستغفروا ويتوبوا ويذكروا الله ولو للحظة واحدة. نحن للأسف فرطنا في آلاف الساعات وانشغلنا عن طاعة رب الأرض والسماوات. كل يوم يمر علينا يقربنا من الآخرة، ولذلك إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. كل يوم يمر على الإنسان يطلع فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. الإنفاق، الإنفاق ليس مالا فقط، إنفاق الوقت في سبيل الله، إنفاق الجهد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو أردت أن تحصل على البر الذي هو كل الخير فينبغي أن تنفق من المال فقط الخير، أم أن تنفق من كل شيء، من مالك ومن وقتك ومن صحتك ومن مجهودك ومن كل شيء. ولهذا قال: وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، بخلاف سورة البقرة الكلام هناك على المال، فقال: وما تنفق من خير، والمقصود بالخير المال، لأنه خلق لينفق في الخير. فينبغي أن ننفق من أوقاتنا في سبيل الله. كل يوم يمر علينا يطلع ملكان، ملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم يمر على ابن آدم اليوم نفسه يقول له بلسان الحال لا بلسان المقال: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أرجع إلى يوم. أما تلاحظ؟ أما تلاحظ التغيرات التي تمر بك في نفسك
بدنه، في وجهه، في شعره. أما جاءك النذير الشيء فتحتاط وتهتم. نريد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونستغل حقه. أولا يرون، في آخر سورة التوبة يقول الله تعالى: أولا يرون، قراءة حمزة ويعقوب، أولا ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. ما أحوجنا إلى التوبة. الله سبحانه وتعالى يبعث إلينا برسائل في كل سنة، حتى في الجامعات الأوروبية قالت هذا، قالوا هناك أربعة أمور من المشاكل والاضطرابات تعتري الإنسان في كل سنة على الأقل. هذه المشاكل وهذه الفتن يستطيع الإنسان أن يحسن من خلالها نفسه. الإنسان يتعلم من الأخطاء، يتعلم من المشاكل، يتعلم من الفتن. الفتن تقوي الإنسان. والعظم كما يقول العرب، العظم الذي يكسر ثم يجبر يكون أمتن مما كان. ولذلك الإنسان إذا وقع في فتنة، في مصيبة، في بلاء، ينبغي أن يخرج قويا شديدا. وفي الحديث: ما يزال البلاء بالعبد حتى يدعاه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. كلها رسائل يبعث الله سبحانه وتعالى بها إلينا. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. يتميز الخبيث من الطيب، تعرف هذا من هذا. ويبتليك الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم فإذا ابتلاك الله وصبرت وشكرت كنت في أعلى الدرجات وبشر الصابرين. إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أما إذا لم تصبر ولم تؤدي حق الله سبحانه وتعالى فالنكال والعذاب والضنك في الدنيا والجحيم في الآخرة والعياذ بالله. أخي الكريم، أختي الكريمة، ارفقوا بأنفسكم واتركوا هذه الوسائل التي ألهتها كتاب الله سبحانه وتعالى. أعظم عبادة الصلاة كما في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. من أحب أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أحب أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أما رجعنا إلى كلام الله لنقرأه، لنتدبره، لنعمل به، لنفعله في حياتنا، وليس فقط في المناسبات السعيدة أو الحزينة. كلا، وإنما هو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للرجوع إلى الكتاب والعمل به والانتباه له، وأن يتقبل منا، وأن يجعل أيامنا كلها سعادة وهناء، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.